أنا الطالبة نورهان نعيم أحمد أبو ريالة من مدرسة زهرة المدائن الفرع الشرعي. اليوم قدمنا امتحان إنجليزي، كان الامتحان متوسط، لا هو سهل ولا هو صعب. كان توزيع العلامات عبارة عن 20 قطعة خارجية و20 قطعة من الكتاب، والقواعد 25 والتعبير 10 و25 للكلمات. أنا الطالب حسين خالد محمد الخريس من فرع الأدبي مدرسة حسن الحرزين. الحمد لله نحمد ربنا، الامتحان كان يعني من متوسط لصعب، 80% بتيجي في ايد الطالب للدارس، والامتحان كان متوقع تحت التوقع، الفقرة كانت متوقعة، قواعد متوقعة جزئية أساسا، مش كل القواعد جات. موضوع التعبير كنا متوقعين واحد وجا واحد تاني، بس الحمد لله حليناهن. القطعة الخارجية جت صعبة كتير، وسيلتها جت غير مباشرة بالمرة. يعني الإنجليزي بيعتمد بشكل عام على الترجمة، قديش حافظ كلماتها بتعرف تترجم بتعرف تحل، مش حافظ طبعا مش عارف يحل. ايه سارة أدبي، الحمد لله الامتحان كان سهل، بس انه شوية بده وقت وبده دقة كتير، مليان كتير كان. أنا الطالب أمير عيسى الهبيل الفرع العلمي مدرسة يرموك الثانوية. اليوم كان عندنا امتحان اللغة الإنجليزية، صراحة كان شوي مختلف عن الامتحانات اللغة الإنجليزية، يعني بالعادة هم براعوا مستويات إنه في طلاب بكونش مستواهم كتير في اللغة، فبكون امتحان جدا مباشر. امتحان اليوم كان بده واحد فاهم، يعني عشان واحد يتميز أو يجيب علامة فيه، يعني ما كانش مباشر، الكلمات ما كانتش كلها نسخ لصق، فاهم كيف؟ كانوا حاطين كلمات بدها واحد متمكن من اللغة الإنجليزية عشان يفهمها. بس كان يعني براعي الفروق الفردية، مثلا القواعد كان يحط لك مثلا السؤال 5 درجات، فيكون بس علامة واحدة للمتميزين ويكون الباقي يعني يراعي الفروق الفردية، واللي دارس الكتاب وأمثلته والتركات اللي فيه حتى بحل. بشكل عام كان امتحان كويس، ولا هو سهل كتير ولا صعب كتير، وعشان واحد مثلا يسكره أو يجيب فوق 95 بده واحد يعني يكون متمكن في اللغة. اسمي ديما قادان، فرع الأدبي، امتحان الإنجليزي الورقة الأولى. الامتحان كان صعب كتير، والقطعة ما كانتش واضحة، القطعة الخارجية كانت صعبة، بس التعبير شوية كان سهل، يعني بحكي على الورك بس أول ما شفت القطعة الخارجية كتير كتير كانت صعبة، والقواعد كانت صعبة، فيش إشي فيها واضح بالمرة. أنا اسمي عامر هيثم عطا الله، فرع الأدبي. الامتحان اليوم كان صعب، يعني كان بده تركيز، الأسئلة غير مباشرة، المهم الحاس حاله يعني بده يسقط في الانجليش، انا بقول له يسقط في الباقي وخلصنا. انا محمد ناهد صقر من الفرع الادبي. امتحان اللغه الانجليزيه كان صعب، يعني فوق ما انت متخيل، يعني الواحد مجهز حاله للامتحان ويعني متوقع انه زي الامتحانات اللي فاتت انه تقدر تحل فيه، لكن الامتحان صعب، مش عارف انا ايش تحكي. هيثم اشرف ابو شماله، فرع علمي. امتحان انجليزي الحمد لله كان سهل، وكان يعني مراعي للمستويات، وأفكار يعني أغلبها من الكتاب كانت، ما فيش فيها حاجات كتير. كفاح ياغي من فرع الشرع، وكان الامتحان سهل جدا، أما اللي مش دارس صعب حيكون، أما اللي دارس حيكون له سهل أكتر من الصعب. والأدب الفرع الأدبي أصعب من الشرع بكتير، لأنه كان امتحانهم صعب كتير كتير جايبين لهم إياه، أما الشرع عادي. أحمد شعبان فرع أدبي. إنجليزي بده حد صاحي من الآخر، أقول لك يا ده حد فاهم إيش مكتوب، ما حدش يقول لك كبسولات وهبر، بده واحد يكون صحيله. أبغى آخر سؤال في الامتحان بخربطك، خربط في الكلام، حط لك قاعدتين في بعض، لك صحتك تكون صحيله، بس يجي بتفلسف عليك في الامتحان، إيش طبيعي.